افطر الساعه 12 ما بقى يا حسين يفرك. العمى يكون فركه وقت غطت عيني. اخ رايح بسابع نومي لروح اندفي سنة التانية. لساتك ناساني؟ عديتيني. ما نمت ليلة امبارح منيح من خوفي لجميل يفرك على الكرسي. وما راح؟ منين بده يروح؟ شخيره واصل لطلوع التنايا. هو وعدك ما بقى بروح مرة تانية؟ ما بصدق ما بصدق، صار وعدني 20 مرة. قومي فيقي خليه يجي يشرب فنجان قهوة. قومي. وبلكي ما بده؟ بده ولا ما بده غصب عن راسه. قومي خليه يتعود على الفئة بكير. قومي تحركي جميل. أنا ما تفعلش. شو هذا ولا؟ الربيع يقدم المطرب سغرول الوديان والراقصة غزالي. ولا؟ لا يا غزالي. أقوم هلا أما بتحرف إنك رحت على الكازينو. أقوم. لا بس أنا ما رح أقعد. ما رح أقعد وهذا شو؟ قوم بسرعة هلا أمك بتعرف. توسار الله يوفقك. لا تقولي لي لأمي إنه رحت. امبارح بالليل شلحت البيجامة بالمكتب ونسيت البسها وقت اجيت الصبح. الله يخليك جيبي لي اياها بدون ما تحس امك. قوم قوم مشان امي ما تحس وانا بروح بجيبها. روح البيت اي شيء هلا. قوم. يلا هذولي. بركة معود على الدشداش. ابشر روى امي. ليك عيونك حمرة كتر السهر مثل كتر النوم. بس امبارح نمت بكير انت. امي مكسور علي نوم. طبعا كل يوم تسهر لي للصبح. منين ما بده ينكسر عليك نوم. ملايتيها. لك فوت فوت. صباح الخير. صباح النور. وينك انت؟ دورت عليك بالمكتب ما لقيتك. كنت عم كنت زبالة. لك شو بدك؟ شوفي ممكن فوت لجوا اخذ سطل مي مشان امسى. فوت طالما داب النخوه براسه. انا طول عمري صاحب نخوه. ما شفتك من تخيل لعالكلمات المتقاطعه. ما كان في ممسحه، هلا صار في ممسحه. عينيك فوت وخوت خلصني. لا تعمل لي منحه، هذا واجبك. يعني فوت. لا تفوت. ليك ليك هذا اخوك دبنو. وين ما زتيتي بيجي نايم. كم غزالة يا شباب؟ مين غزالة ولا؟ ايميلي يا لأخوكي. أم ولا جميل؟ أم مين غزالة؟ أم روح انت لسه. لا أنا أمك. مين غزالة ولا؟
أنا غزالة؟ شو بيعرفني أنت اللي بتعرف؟ ما بعرف. مين غزالة؟ لك مين غزالة؟ ما بعرف. رخص عليك، رخص، ما في على لسانك إلا زيزي، فيفي وغزالة، لك إمتى حتنتبه لحالك؟ إمتى؟ أمي بس ربع ساعة خلينا، الله يوفقك. ماشي، اندفش، دمحي. أنا شال حول الكازينة. شو كان ضغط غزالة يا أبو رياله؟ شو هاد اللي بيدا؟ ممسحة. شايف تبطيخة ممسحة، شو جاب لهم؟ أنا صار لي كم يوم عم نق على ممسحة، يمكن حدا عرف حطوا لي إياها، مشان أنا بس إجي الصبح لاقيها هون. بتعرف إنه هي بيجامة جميل؟ شو الحكي؟ يمكن انهرت، عم حطوا لي إياها مشان أمسح فيها. لك شو انهرت وما انهرت؟ تاي شاريتها صار لي يومين. رايح أشوف شو اللي جابها لهم. جميل جميل ولا لساتك مدفوس؟ قوم لشوف جميل. شوفي هاي البيجامه شو اخذها على المكتب؟ اه بيجامتك شو اخذها على المكتب؟ بيجامتي راحت على المكتب الصبح، كانت بالمكتب. كوثر كوثر شوفي، قومي اسمعي العجبه اللي صايره. انا عجبه البيجامتي فايقه بالليل ورايحه على المكتب. حلوه انا بخرب اضربي منك. إله إليك. شو اخذها بيجامتك على المكتب؟ امي شو بيعرفني؟ هلا منروح شخصيا بنسالها. قوموا شباب نسالها. يلا عم اقول لك بيجامتك شو اخذها على المكتب؟ شو بعرفني امي؟ بركي حدا فايت اخذها من خزانتي وحطها بالمكتب. ولك كيف حدا بده ياخذها من خزانتك وانت في ذلك الوقت لابسها ونايم فيها؟ معناتها ما زبطت. امي شلون بدنا نظبطها؟ زبطت؟ امي شو بعرفني شلون صايره الشغله؟ الشغله بدها خبير نفسي. لا تكون مبارح رايح على الكازينو بغيابي وقت اندفست. امي شلون بدي روح على الكازينو؟ مو انت قلتي انه كنت رايح سابع نوم الساعه 12؟ انت لما شقيتي الباب علي يا مقوص معناتها كنت فايق. ايه كنت فايق امي. عينك لأمي. كيروز خرطوش فردك أجل. بطل لي راي خرطوش فردك. شو عم بلعب باصرة أنا وياك؟ باصرة؟ باصرة أبوك يا العيب. ستتي هالضرابة من إيدك وما عمل لي قهوة. خرطوش فردك أنا. صباح الخير ست الكل. صباح النور الحاني. سكر الباب. بدي اطلب منك هالطلب. مالي ست الكل؟ بدي اياك تراقب لي جميل. بايش؟ بصراحة كل يوم عم يروح يسهر بالكازينو وأنا مو مرتاحة وعم يكذب علي وأنا مالي عرفانة أحط له حد. هي ما في أسهل منها مدام. أنا معرفة كثير بالكازينو. ايش أنت كمان من رواد الكازينيات؟ لا 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 أعوذ بالله. بس معظم مدراء الشركات كنت اشتغل معهم كانوا يعملوا عشاء عمل بالكازينو. على كل مو مهم، بدي تراقب لي تحركاته حركة حركة. ولا يهمك مدام، اعطيني شي 20 صورة له. ليش؟ عشان وزعهم على الكازينوهات. ماشي، بكرة الصور بيكونوا عنده. أنا شو عم تتفرج؟ هدول صور مبارح تبع الكازينو. هات لشوف. يا سلام لحمة. شو هالمصور الحمار؟ حتى المصور حمار. لك صورتي مع غزالة مطير لي راسي. ايه هون مطير راس غزالة كله. شو الفائدة من هالصور على كام؟ سيدي احسن، انا اساسا الشقفة الوحيدة اللي معجبتني من غزالة هي راسها. انت تصورت مع بلبل وديان؟ لك شو المطرب التلكات البلبل والوديان، لو سموا وطوات المغاوير كان احسن. اليوم بدك تروح؟ لنشوف إذا جميل دبرنا بطاقات ولا لا. الجميل مدبر حاله تمام مع النسوان. ما شفت غزالة؟ كل فتلة بين الطاولات تجي لعنده. إلى أنه ولا وتكي. هلا يلي ولا وتكي بيحبوا النسوان. لا يا فهيم، ولا وتكي لأنه كل ما مرقت من جنبه بيكون زدت عليها كوجة مصاري. لكن ليش كانت تجي لعنده؟ مفكر لو اجت لعندك ما كنت قصرت.
اعوذ بالله يا امبارح هزت لي مرتين بتحطيت رجلي بظهرها افرنك ما شوفت. هلا شلون بدنا نشوف جميل؟ بدنا نعرف على المخده بدنا نحط راسنا الليله. اطمن بيكون اشترى البطاقات لا تخاف. تعرف سمعت انه في فرقه نازله جديد. شو اسمها؟ ستريبتيز. ستريبتيز معناتها خرج اكابر، خرج عائلات. شو رايك اعزم عليها فردوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبارح وهي دفعت الحفاضات الفرنسية وصلت مبارح المساء واليوم وزعناها على تجار الجملة ونصف الجملة. أنا برأيي عباس بيك ما نعطي، خليه بالحفاض. مزبوط خليه بالحفاض مشان يعرف يضارب مرة تانية. لسه عنا نص المستودع من تحت راسه، هيك نضرب له اسمه بالسوق. إذا بتخلي لي إياه أزلط أملط ويفلس لأفصل. ولا يهمك مدام، هاي فاتورة تستأجرني. هات لشوف. العامة بيقلبون العامة، صاروا يبعثوا لي فواتير من الكازينو كمان. لا الفاتورة هاي أنا جبتها، جميل دفع كاش. العامة لك 25,000 ليرة بدي أفهم على إيش؟ بيكون عازم حدا معه على الطاولة مدام. ليش عم يطعميهم خروف محشي؟ السيد جميل كريم، وهي 25 هي فتة على الرقاصة. لك كريم ولا غشيم؟ لك يخرب بيته وعم يشوفنا عم نشح حالنا لنطالع الفرنك وهو بيصرف لي اياهم على الرقاصة. انا عم استناه الساعة 12، لك يخرب بيته امتى عم يلحق يروح؟ السهرة بتبلش هنيك بعد 12 مدام. ابو كيروس خرطوش الفرد شيدك، خرطوش اللي بجك بج، هي الكلمة ما بدي اسمعها منك مرة تانية. بعمر عيوني غازوا لا كمان. انا بس نادي لك بتقول حاضر حاضر وبس حاضر وبس.
تنزل على السوق تشتري لي جنزير وقفل يلي بيقفلوا فيه الدواب. حاضر وبس. 15 متر متر ينطع متر دور اللي ينطعك روح أفوك يا دور. روقي مدام روقي، ما بصير غير مثل ما بدك. خلص صرت مصدقتك 20 مرة وكل مرة بتكذب علي. ها هيك أحسن. جنزير؟ ليش جنزير امي شو شايفتيني بهيم؟ بدك 100 سنة لتصير بهيم، لك في بهيم بفت على رقاصة 25,000 ليرة. بهيم شو بفهموا بالفن؟ هيك أحسن، لا بتنام بين القبور ولا بتشوف منامات شروي غروي. مي شو بدي أعمل إذا انزركت؟ انزركت؟ جنزير طوله 15 متر، متر ينطح متر، بياخدك لوين ما بدك بالبيت، هيك بنام مرتاح أنا. فهمت؟ لك منين بيطلعوا بهالأفكار؟ ما عاد طول النهار على الدش عاملة حالة ذكية. ونسياني تخبطوا كمان. نحن اللي منخبي. أنا محروس مدام. محروس تفضل فوت. يسعد لي صباحه كل ما رف بجناحه. صباح النور على البنور. شو هاي؟ فاتورة الأستاذ جميل. إيه لا عود عود، معلوماتك كتير كتير غلط. جميل مبارح ما طلع من البيت. شفته بعيني. شلون شفته بعينك إذا أنا كنت مربطه بجنزير بإيدي قبل ما نام؟ مثل ما عم قلك، وبالعلامة كان حاطط شنطة على كتفه طول السهرة. انت شو اخدك يعني؟ كنت معزوم. هلا منشوف انا بفرجيك يا مقوص. جميل جميل ولا ولا جميل؟ كيف فكيت الخيط؟ انا ما فكيته. شلون طلعت لك؟ انتي نسياني تربطين بالجنب الثاني امي. وليش ما قلت لي انه نسيتي؟ امي شو شايفتيني فساد مو من اختصاصي. ماشي انا بدبرك. امي تعالوا كلنا يا محروس الحقني. كوسور كوسر يا كوسر كوسورة كوسر. شباب الله يرضى عليك يساوي لي فنجان قهوه راسي رح ينفجر. شباب حبيبي شو صاير لك؟ ما بعرف شو صاير لي، عيني صابتني. ما بتعرف ما؟ لا ايه ضلك روح على الكازينو بدي يصير فيك اكثر من هيك. كوسر شوفي عيني هي غبشه وهيك هيك احسن. منيحه عم تقولي ليش عم روح على الكازينو؟ اخ جوي الكازينو جوي هيك بالكازينو بشوف الواحد مش حلو مثل عالم الناس بتعلم الحياه. فكرني جد بما ما بعرف شو في بالكازينو. ما شو في ولا شو في يعني شو في بنات عم تروح تتفرج عليهم؟ لكن شو بدي ساوي؟ شو بدي اقعد معك ومع امك؟ بتحطوا راسكم وبتناموا وانا مع مين بدي اسهر؟ فايس على الستلايت. الله لا يوفقهم صاروا مسافرين ثلاث ارباع المحطات. وليه؟ رح ترافقيني قومي ساوي لي فنجان قهوه قومي يا راسي. دخيلك هنا لحظتين دخيلك. كيفك هلا؟ احسن تماما. الله لا يوفق السهر. شو رجعوا شفروها؟ أنا شايف لك إنه غزالي طابسة بجميل، الشغلة مو شغلة مصاري. إيه وأنا هيك شايف، مشان هيك الليلة عم يحجزوا لنا هنيك. ولك بيكون محروس إلا لفردوس إنه شافنا مبارح بالكازينو؟ لا لا، ما بعتقد إنه شافنا، وإذا شافنا ما بيسترجي يحكي. على كلين خلينا نتأكد. أبو كيروس
يا ابو كيروز خليه يجسدنا يا ابو خطوش فردك انا ابو كيروز روح اتقص لنا شف لنا اذا محروس قال للمدام انه شافنا امبارح بالكازينو ولا لا شو بدي شف لكم اذا محروس قال للمدام انه شافكم بالكازينو ولا لا ايوه يلا طير ممكن سؤال اذا كان مشان السلفة لا تعزم حالك ما في داعي لا معي والحمد لله والله كافيني واذا مشان البطيخ هي الكلمات متقاطعة كمان لا تعزم حالك ما بعرف لا كمان مو مشان كلمات متقاطعة لك شو بدك ممكن نسأل سؤال زي تفضل سؤال محروس جد لك شي سيري مشان الكازينو اولا اسمه الاستاذ محروس ثانيا ما دخلك انت شو دخلك لأنه أبو فايز وأبو ياسر كلفوني أسألك إذا كان الأستاذ محروس شافون هن وجميل بالكازينو ولا لا؟ لا سكر الباب وراك معناته ما زبطي أبو فايز وأبو ياسر الشركاء الثلاثة كم لقيت؟ ما بتعرف لك أنا تسأل الله معك سكر الباب وراك عين العال معناته لازم نشوف جميل وليش بقى؟ نحجز لحالنا شو بدنا فيه؟ هلا نحن مهممنا غير الحجز جميل بيزبط لنا قعدات مرتبة لك أنا مرتبة أنت الثاني بياخد غزالة لحاله بيعطينا عنود وبديعة حتى بديعة اللي مو عاجبتك ما بتقعد معك إذا ما جميل حكى معك جميل عم يدفع للصبايا ليش لحتى ندفع نحن؟ ادفع مين ماسكك؟ خلاص خلاص معك حق صار لي ساعة أقول لك بلا جميل ما بيمشي الحال ما عم تقتنع منيح بغار بغار على بالك ولي ولي لك عصيتي عليها كتير بقى نفسي ولي رح اختنع لك فلت إجرك فلتها لا توترها خليها رخيانة لشوف لشوف الليلة شلون بدك تطلع لسه ما صارت الساعة 8 قبل ما تنامي بتربطيني اليوم معزومين على سهرة ما بدي تفركها بغيابي طبعا انتو بتروحوا بتسهروا على كيفكم بس انا راس طرش انزرب هم معليشي خلاص ولا انا ما بسهر سهرات شرجوحة مطلع كايتك كوسر رايحة معي ايه اخدوني معكم لك يا مقوص سهرة نسوان مالك مطرح مشان هيك خدوني معكم اصلا العالم ليش بروحوا على الكازينو مشان النسوان لو بياخدوا هالرجال على سهرات النسوان كانت بتسكر الكازينو ها بلا لا كولا اوعى تحاول تفكوا للقفل لانه ما رح يمشي الحال كوسر كوسر ايه تعالي لك حبيبتي خليكي هون يا حبابه مشان تفكري القفل اذا صار حريقه ولك رح احط لك طفايه امي بلكي صار زلزال هذا الانهدام السوري الافريقي مو هديان باله لك لا تعقد لي اياها المساله ما رح يصير زلزال بهالساعتين روحي دبريني روحي جبت لك كم شريط فيديو تحشر وتفرج عليهم بتتسلى لك يلا كوسان تأخرنا جميل لا بكير يوم السهرة إلنا أرحى أمي طوله عن قد لنا على الباب حاسس حالي مثل الخاروف ما الو مساء الخير ابو ياسر اخي جيب افايز وتعال عندي ما بقدر لاقيكم على الكازينو ما بقدر لا ماني مريض ماني مريض ايه بس تجي بحكي لكم ايه وينا جيب معك مفتاح رنش ايه افتح معي تحقيق خرب بيته ما اساله ماني يا
نسيت لا لا يلا لف لف العظيم يا رب لكن على مهلك على مهلك على مهلك لكن بالك يا ابني لكن عرض يا ابو ياسر لخت على مهلك شو هلا بكي لبك لحالنا راك قال احسن لو قطعنا الجنزير هيك نفك الشوفات لا ابو فايز لازم نفك الشوفات اذا قطعنا الجنزير ما بنعود نحسن لحم امي كهينه بتنقطع هلا شلون بدي اتحمل معنا هذا بالتاكسي اللي ابو ياسر هلا بتجيبوا لي بيك اب بتحملوني انا والشوفاج وانتم بتاخذوا تاكسي وبتسبقوني على باب الكازينو ايه مشي يلا لك انتم ما بتستحوا على حالكم شلون بتتركوا ايه عودتوا لي اياه يروح على الكازينيات عدم مؤاخذة يا جميل ابنك ما شاء الله بيعلم بلد بعدين ما كان في مجال نقرب ناحو لأنه هو كان بنص المعركة خوش أنا حاولت بس الشوفاج علق بين شجرتين يعني ضروري تربطيه بالشوفاج من اليوم ورايح جميل بدي اربطه بايدي مشان ما يفركع لك بس اللي بدي يفهمه انتو اتنين شو أخذكن على هيك مطارح كلها مشاكل هي أول مرة بيصير فيها ضرب رصاص آنستي سيدتي هو كل الحق على غزالي هي الرقاصة اللي بيحبها جميل شي حلو شي حلو كلياته بدهم اياها تسهر معه على الطاولة وهي ما بتقعد إلا على طاولة جميل هي لو قبلت وراحت سهرت معهم ما كانوا خردقوا لجميل بعد معركة مبارح فوداس انصراف كرمالك طلعت بالاسانسير بس كرمالك تعرف فرج مرت عمي افتح الباب جبت لك جمولة سالم مسلم كامل مكمل فاعي زغلوطة ركضت وجبالة تحطني وديانة تشيلني وديانة تحطني هيك لحتى وصلت نواحي النبك لقيت شجرة وتعربطت فيها واشتغل لك التشبيط من ورا امي كانوا راح يحلولي من ورا بس بدي اعرف مين هذا ابن الحرام اللي فلت لي اصابيعي ونفس العملية اللي صارت من ورا من الدم تشطيب تشطيب هجمالي كلياتن امي كل تبعات الجوارح لحتى اجا أسامة رحمة الله عليه فلتني من بين ايدها شعلوا لي التلفزيون ولي علي عليك يا جميل انا الحق علي لو ما ربطتك بالشوفاش كنت قدرت اهرب وطي راسك امي انا لما قدحني بالقنينة رفعت راسي وطي راسك انا بدي ارفع راسك شلون بدك ترفع لي راسي لو صار لك شي كنت بهدلتني قدام العالم كانوا قالوا ابنا مات بالكازينو جمول حبيبي لا تحكي معلش هلا اذا حكيت بتنفتق لك شيء ما مهم المره استنجدت فيه وانا حميتها قلت لهم ما بتاخذوها الا على جستي وشو الفائده هي اخذوها صحيح اخذوها بس على جستي لك حاجتك حكي بقى شوف شلون ملفل فينك من فوق لتحت العم تقول صرخين جلدك على عظمك بدي اتجوز لغزالي ليش انت بقى تقدر تتجوز بعد هالصوار؟ وليش ما قدر اتجوز؟ انا ما تصوبت غير بمعدتي لكان ليش لافينك مثل اليبرقة؟ تشطيب وماسكة بس بدي غزالي يعني بدي غزالي شوفوا لا كلكم وجوازك من غزالكم اذا تفكير بس بتفكر انك بدك تتجوز غزالي ما اوصك ولا
لك ابني هي مرأة الأسطول من تحت باطها. أبو كاروز ما بسمح لك تحكي هيك عن غزالة. غزالة صحيح ظروفها صعبة بس شريفة. صحيح أبو كاروز الكلمة اللي سألتني عنها بالسيارة كم حرف؟ 3 حروف. واحد. أحطها. صحيح مرت عمي أنا لازم أتصل بالضيعة مشان قرايبيننا كلهم يجوا لهون. ما في داعي لبكوا حالهم، جميل كله كم يوم بيقوم بالسلامة. ما بصير مرت عمي بعدين بيزعلوا. ما بصير اصلا يعرفوا. شو الحكي؟ بدهم يعرفوا، انا اذا رحت على الضيعة بدهم يسالوني، ما بقدر بكذب رح اقول لهم. لا تكذب، اعمل حالك مالك خبر. بيعرفوا من حدا غيري. لا تعمل لي معرض انا بيز هون. بدي اقول لهم هذا واجب. ولا جميل، انت ليش مصايبينك هون؟ لكن مو كنت حامل الشوفاج. جميل هون؟ نعم خير. شوفي لكن طوق شبك لسانك اكل القط. في وحده برا بتطير الحال. بدها جميل. غزالي غزالي اهلي غزالي. صباح الخير. الو صباحا. صار الساعه 3 بعد الظهر. انا في الساعه 2 يعني بالنسبه لي الصبح. او شو بدك مننا؟ ما بيكفي اللي صار بسببك. بسببي؟ بدك لك بسببي، لو ما دافع عنك ما كان صار فيه. دافع عني؟ قال دافع عني قال. لو ما وقفت قدامه وحميته ما كنت شفتوه هون. لو وقفت قدامه كنت اكلتي لك شي رصاصة على ليلة. ابعيد الشر، انا ما حدا بيقوس علي، انا مطلوبة حية. اصلا الكل كان عم يدافع عني. اهلي غزالة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ست غزالة. الله يسعدك ويبعدك. بكفي اللي صار من تحت راسك. ايه بكفينا بلاوي من تحت راسك. لسه بتقولوا من تحت راسي؟ انا ما دخلني، هو كان مربط بجنزير وراح دعوسة بعدين ما حدا قوس عليه. عشر رصاصات بجسمه. رصاصات طيب. لك يا ست الحسن والجمال اجيتي تسلمي على جميل كتر خيرك بس لا تترجيني خلقتك. انا مالي جايه سلم، انا جايه اخذ مصرياتي منه. انا مصريان. انا دفعت عنه فكرته مات، ولما سمعت انه ما صار في شيء قلت له اجي واخذ حسابي منه. ولسه عم تقول بدك تتجوزها؟ يتجوزني. شو انا ناقصني ولاد؟ اعطونا حسابنا وخلونا نمشي. غزالة انا بحبك. جميل بلا عواطف مشلخة. قديش حسابك؟ 15,500. الف مشان ايش؟ حساب الطاولة. اتفضلي وهي الفاتورة. ادفعي لها امي. ايه بس هدول 8,000. مزبوط. في 7,500 حساب خاص. حساب ايش؟ جميل بيعرف. ليش انا كم مره ما حسبتك وليه؟ صار لك 20 يوم عم تدين على حساب يا مأمع. شو عم بيضحكك؟ لا ما في شيء ما في شيء، بس يعني انت شلون بتديني على حساب؟ معي دفتر مثل دفتر السمام. خطوش فردك ديني شي. خلص رح اكتب لك شي. ما باخذ غير كاش. فراج انزل لي على البنك واعطي لي اياها 16,000. 15,500. انا ما باخذ اكثر من تعبي. فراج شفتي امي؟ شفتي ليش بدي اتجوزها؟ البنت حقانية ما بتاخذ الا تعبها. عمي على السلامة يا ابوك يا مرض. ان شاء الله خلصنا من هي حكاية الشاش واللفلفة. خلصنا ايه خلصنا. بيع علينا بس الفقرات القطنية. يعني لا عاد في دكاترة ولا مستشفيات؟ لا امي بيع علي كم جلسة كهرباء وبعد منها بقدر روح واجي. انا ما صدقت انت وقفت على اجريك بنات بدك شوية راحة. فعلا لازم ارتاح. ايه وانا كمان مرت عمي لازمني كمان راحة، يعني من كتر ما رحت وجيت وراء على المستشفى. رح روح 10 دقايق ارتاح واجي. لا لا صارت الدنيا المساء الساعة 7 صارت. No problem. شوفي ليش الغمس فوق راسي؟ ماشي chemicals that turn into toxic slime. Easy strippers high tension fingers gently yet totally erase those with no.
صارت نوبتي؟ لا باقي لك ساعة. كان شو بك؟ هلا لو بتجيبوا لنا شي بارودة ولو كان الدك مو اوجاع. قلت له شو البارودة؟ لك انا اذا طلع جميل ليش انا بدي اوصل؟ لك يقطع عمرك ما اخلصك بارودة قال. بصير نوبتي فيقني. بجيب له راسه شقفتي. العمى بيموت هيك ما بيجي حال. طيب اذا سلخته على مصه هيك بيهروا اسنانه. حلو. منين اجيب له اسنان؟ من هون. من هون بالسحب مو اكثر. اذا حطيته هيك مثل طاوله البلياردو من ينفوا على عينه نقفه وحده بيرجع على التخت. هذا مبين عليه بده يسهر. طيب انا هلا ليش ما بصير بسهر معه وبحلي لي كلمتين احسن ما انا؟ جميل! جميل! يا هولي! يا هولي! هولي! طب شبك شوفي! شوفي! جميل انا! جميل انا! الله يخليك! شوفي خير اللهم اجعل خير. ما يزمط مننا مرة تانية. ما في داعي مرت عمي، ما في داعي. أنا لقيت حل للموضوع. شو الحل برأيك؟ بعدين منحكي فيه مرت عمي لأنه خاص عائلي. حطوني أنا آخر شي بالمناوبة. مبارح ما حدا ناوب غيري. ما في داعي، ما في داعي اليوم لا للمناوبة ولا للحراسة لأنه كلياتكن اليوم رح تناموا ببيوتكن. إيه؟ تصبح على خير مدام. أهلين وسهلين. آمين. إن شاء الله بنرد لك إياها بالأفراح، تعبناك معنا. أنت سالي. الله يعطيك العافية، مع السلامة. يلا أبو كيروز يلا. إلا لحالنا لحن نعمل كونديشن اليوم. إيه تعبنا لك أنت
ليش مبلل اليوم؟ تفضل مع ألف سلامة. مهون يا أبو كيروز. لك تعال فهمني شو عملت. بصراحة يا مرت عمي أنا ما هاني علي بنوب كل يوم اثنين غربت لي يناموا هون بالبيت وهن كل شوي شايفينك أنت وكوثر بروب النوم. ليش بروب النوم؟ للكاحل. بعدين أنا مو طالعت لهم من جوب على عيني وراسي. بس مبارح لقحت عيني عليك وشي حمر من الخجل لما شفته لمحروس عم يبحلق. وين عم يبحلق؟ وين بدي بحلق يعني؟ عدم المؤاخذة يا مرت عمي روبك بخايل. اسكت ولا شو مخايل؟ خلصونا بقى شو عملت؟ ما عملت شي. بس اذا تحرك جميل من فوق التخت اكيد رح يصير شي. شو صار؟ شفتوا؟ شايفين؟ كل ما نويت تروح على الكازينو رح يصير فيك هيك. رح احط لك لغم تحت التخت. حطوا الشارع بده يروح يغسل ايمن. Ta-da-ta-da-ta-ta-ta-ta. Ba-da-ba-da-ba-ta-ta-ta.